أسعد الله وقتكم متابعين ومتابعة قناة شرفت في. مرحبا بكم معنا اليوم في هذا البث المباشر من أمام المقاطعة الأولى بمدينة قنيطرة، كيفما كتلاحظوا معنا المتابعين الفضيل المتابعين قناة شرفت في قناة الشعب دائما معكم على المباشر، كيفما كتلاحظوا الحمد لله كيفما تنشر في هذه اللحظات المتابعين الفضيل، فكيفما تنشر في بعض الصحف أنه كاين حريق، لكن الحمد لله باش حتى المواطنين أنهم يعرفوا الحمد لله ما كاينش شي حريق، بل كان واحد لامص ديال الكهرباء اللي وقع في احد المكاتب، ولكن الحمد لله حكم ان كاين القوات المساعده الملكيه في المكان فاستطاعوا انهم يدركوا انهم ما وقع شي حاجه الحمد لله. كيف ما كانت واحد الفجيعه ديال مجموعه ديال الناس كيتسالوا واش كاين شي حرق فعلا او ما كاينش، الحمد لله كيف ما كتشاهدوا ما وقع شي حاجه اطلاقا باتا، كيف ما كتلاحظوا معنا متابعين فقط كان المس الكهربائي في احد المكاتب فقط لا اقل ولا اكثر، كيف ما كتلاحظوا معنا متابعين الافاضل. اذا دائما معكم على البث المباشر متابعين الافاضل متابعين قناه شفتي في قناه الشعب، دائما معكم على البث المباشر كيف ما كتلاحظوا الحمد لله ما وقع حتى شي حاجه، حتى الناس اللي كيقولوا الحريق او شي حاجه راه ما كاين حتى شي حاجه، انتم كيف ما كتلاحظوا معنا الامور الحمد لله على ما يرام. اذا احنا الان امام مقاطعه الاولى في مدينه القنيطره، فقط المس الكهربائي واللي وقع في احد المكاتب، لكن الحمد لله سيطروا عليه رجال القوات المساعده الملكيه اللي كانت كتواجه في هذيك اللحظات، فشكرا لهم وتحيه لهم، وكذلك مجموعه ديال الناس اللي كانوا كيقولوا راه حريق مشتعل في الدائره الاولى او المقاطعه الاولى لمدينه قنيطره، لكن الحمد لله ما كاينش كيف ما كنشاهدوا معنا، الحمد لله ما كاين والو فقط غير مجرد كلام فقط، واللي جعز مجموعه ديال الناس وجعز السلطات ايضا حضرات، حضر السيد الوالي، حضر مجموعه ديال الناس حضروا في هذه اللحظات، لكن الحمد لله ما كاين والو كما كتلاحظوا معنا متابعين الافاضل متابعين قناه شفتي في قناه الشعب. اذا دائما معكم على البث المباشر، كنتمنى منكم انكم تبارطاجيو فضلا وليس امرا. اذا بالحضور كان حضر السيد العامل قبل قليل، وحضر السيد الباشا، وحضر مجموعه ديال الناس المسؤولين، فالحمد لله كيف ما انه جاز مجموعه ديال الناس وحتى المواطنين كانوا حضروا في هذه اللحظات، لكن الحمد لله ما وقعت شي حاجه كيف ما كتلاحظوا معنا متابعين الافاضل، ما وقعت شي حاجه. هذه المقاطعه الاولى كانوا كيقولوا حريق وشعال ونيران، ما كاين حتى شي حاجه كيف ما كتلاحظوا متابعين الافاضل، والو الامور عاديه كيف ما كتشاهدوا معنا متابعين الافاضل. حنا الان امام المقاطعه الاولى بمدينه قنيطره، اذا دائما معكم على البث المباشر. اذا دائما معكم متابعين الافاضل متابعين قناه شفت في قناه الشعب على المباشر من قناة شفتي في قناة الشعب. إذا كيف ما شفتوا معنا في العنوان، فالحريق اللي كانوا كيقولوا عليه بعض المنابر اللي هما كيقولوا بأنه وقع حريق وقع تيار ديال النيران، وهذه ما كاين حتى شي حاجة كيف ما كتلاحظوا والو، الحمد لله الأمور على ما يرام. الحمد لله انه فقط كان شي بريش على شي مس كهربائي فقط هادشي اللي وقع، لكن الحمد لله سيطروا على الموقف، القوات المساعده الملكيه سيطروا على الموقف، والحمد لله ما كاين حتى حاجه. ف
فقط هذا حتى المواطنين اللي زاو جاو كاين كيقول حكى الحريق وكان كيقول ان الوراق تحرقوا لنا وما عرفش شنو كل واحد شنو كان كيقول فقط راه كان فقط مجرد كلام لا اقل ولا اكثر اذا كيف ما كتشاهدوا معنا متابعين افضل ما كاين حتى شي حاجه الحمد لله لان دائما معكم من قلب الحدث متابعين افضل إذن ما بقي إلا نقول لكم شكرا لكم على المتابعة إلى قاعدة متابعة الله وحفظه نتلاقاو في لايف آخر إن شاء الله إلى اللقاء.